اللي فاتت ان البروتين سيستم بروتين 10 تفتكروا بقى مع بعض كده كان الالبومين والجلوتين وبعد كده الجلوتين والجليادين اللي هم الاسيد وبعد كده الصوت الهيستون والبروتامين اللي هم البيز واربعه سميناهم الفايبرز اللي هم الكولاجين وناخد النهارده الالاستين والريتيكيولين وحاجه اسمها الجيلاتين. لما جينا رتبناهم على حسب السولابيلتي كان رقم واحد في المرتبة الأولى مين؟ قلب معاك نفس المرتبة البيز تحتيه على طول كان جلوبين ما كانش بيدوب في المية بعديه على طول كان الأسيتك لا مية ولا سلاين وبعد كده الفايبرس ما بيدوبوش في حاجة خالص. قلنا الحصة اللي فاتت يا جماعة الكولاجين لو تفتكر معايا وأنت خلي بالك إن هما خمس جمل كانت أول جملة موجود فين؟ قلنا ببدأ بالنسبة كانت نسبة كام في المية؟ 30 وموجود فين؟ كونكتيف تيشو قبل ما اقول موجود في كذا وكذا لا كونكتيف تيشو الاول زي كذا وكذا وكذا. رقم 2 قلنا ايه البرايمري ستراكشر قلنا هم اربعه امينو اسيد لا هم ثلاثه جلايسين اول وبرولين اخر وهيدروكسبرولين او هيدروكسلايسين فهم ثلاثه مش اربعه لان دايما اقول هيدروكسبرولين او هيدروكسلايسين. بعد كده قلنا السكند بيبقى عباره عن ايه يا جماعه؟ هيلكس والهيلكس الواحد كان بيلف ليفت هاند وبتاع ده بيلفوا رايت هاند. قلنا اهميه الهيدروكسبرولين ان هو بيكون هيدروجين بوند عشان خاطر التربل هيلكس استابلت الجلايسين موجود في الكور وعايز اسمع كده اسمها الجيلتي الهيدروكسلايسين السايت اوف الاتاشن. رقم خمسه في الجمل مرض اسمه الاسكارفي. قلنا عن ايه اسكارفي؟ لاس فيتامين سي مفيش هيدروكسبرولين ويك كولاجين. في يا جماعه مرضين مرض اسمه الانر دانوس سيندروم. مين انر دانوس؟ طبعا انر دانوس دي اسماء العلماء اللي اكتشفوا السيندروم دي. طبعا يا جماعه دي تاني سيندروم ناخدها. كان في الاول سيندروم كان سبيراتوري ديستريس سيندروم دي اسمها انر دانوس سيندروم. حاجه كمان اسمها اوستيو يعني كلمه اوستيو عظم وجينيسز او جينيسز تصنيع وكلمه اسمها ام بيرفكتا يعني بيرفكت بيرفكت يعني كويس ام بيرفكتا يعني يا جماعه عمليه تصنيع البون فيها مشكله. وايه دخل البون في الكولاجين؟ يا جماعه ده الكولاجين في البكتيف تيشو رقم واحد زي البون. اولا يا جماعه عندي مرضين او على فكره المرضين دي امراض وراثيه جينيتيك كوز بيبقى عندي ديفكت بسبب حاجه مشكله في الجين طفره في الجين واحد مولود الجين بتاعه بايظ اصلا حاجه وراثيه بوظت الكولاجين بتاعه. في مشكله صغيره هو يا جماعه الفيتامين سي لما بيقل دي كانت مشكله وراثيه؟ لا ما المشكله يا جماعه؟ المشكله زايد نيوتريشنال لكن دي مشكله وراثيه. معروف يا جماعه ان الكولاجين المركب بتاعي كان سميته المره اللي فاتت ريجيد يعني ايه ريجيد؟ يعني مركب ناشف. بصوا السكين بتاعي لما اجي اشده ما بيتشدش ده اخره مش حاجه يلسك يتشد ويرجع تاني زي اللانج زي الالفيولاي لا ده يا جماعه لما بيتشد اخره كده له ليمت. العيان يا جماعه بتاع ايرور دانوس سيندروم كنا رفعنا كمان صوره كده على الفيس العيان يا جماعه بيشد السكين بتاعه ويطلع بره ويرجع يسيبه ويرجع تاني مكانه ايرور دانوس سيندروم. يا جماعه بسبب ايه؟ الكولاجين فقد خاصيه اسمها الريجيلتي ما عادش المركب بتاعي جامد. في بعض الناس يا جماعه تلاقيه يقوم مثلا ماسك صباعه ده كده ومراجعه ورا لحد ما يوصل هنا. في ناس بتعمل كده ده يا جماعه هو طبيعي الكولاجين كده؟ لا مش طبيعي كان الكولاجين يتحول من ماده ريجن لماده الاستيك. طبعا يا جماعه في ناس عندهم المشكله دي ان هو او الحاجه دي ان هو يمسك صباعه ده ويرجعه لحد ورا. طبعا ده مش مرض بقى خلاص انا عندي ايفر دامس ودي مصيبه وبتاع لا عادي ده مش موضوع. الراجل اللي بيسحب السكين بتاعه ده كان اصلا داخل الموسوعه بتاعت جينيس في حوار ان هو شاد السكين بتاعه اكبر رقم ممكن. المهم مش موضوعنا ده يا جماعه الامراض بتاع مين؟ بتاع الكولاجين كده كم مرض؟ ثلاث امراض سكيرفي ودي كانت مشكله غذائيه وإيهلر دانوس سندروم وحاجه اسمها الاوستيوجينيسيس امبرفكتا ودي امراض جينيتيك كوز او امراض وراثيه. الالاستين لو انت ذاكرت الكولاجين الالاستين بالنسبه لك يبقى كلام فاضي. الالاستين طبعا يا جماعه لو كان الكولاجين موجود في الكونكتيف تيشو زي كذا وكذا وكذا شفت العادي يا جماعه موجود في الكونكتيف تيشو قول بقى اي حاجه صح بس لو قلت كونكتيف تيشو فالالاستين من اسمه موجود فين يا جماعه؟ في الالاستيك تيشو. قول بقى اي حاجه الاستيك. طبعا يا جماعه اول حاجه في الالاستيك هي مين؟ هي لان
الالفيولاي، خد نفسك كده بتكبر، سيب النفس هتقفل. ايه يا جماعه اللي بيحصل؟ زي البالون الفقره هتكبر وفسيح البالون هتسحب ايز. بيقول يا جماعه كلمه اسمها الاستيك تيشو زي رقم واحد مين؟ اللاج. رقم اثنين الليجامنت. ايه هو الليجامنت؟ الليجامنت يعني بالعربي الاربطه. الاربطه الاوتار الحاجات دي كلها يا جماعه الموجوده في الجسم برضه تعتبر الاستيك. رقم ثلاثه البلاد فيسل. الشرايين يا جماعه انت لو خدت بالك من الشريان، الشريان بيكون حاجه الاستيك يتشد، يتشد ما يتقطعش وبعد كده سيبه يرجع تاني زي ما كان الاستيك. يبقى يا جماعه حاجات الاستيك قلنا زي اللانج والليجامنت والبلاد فيسل. يبقى رقم واحد موجود فين؟ رقم اثنين مين يا جماعه الامينو اسيد الموجوده فين؟ ما تفكرني الكولاجين كان جواه ايه؟ الكولاجين كان جواه اول امينو اسيد سميته واخر امينو اسيد سميته، وكان جواه هيدروكسيبرولين وهيدروكسيلايسين. ده مش جواه لا هيدروكسيبرولين ولا هيدروكسيلايسين، بس جواه مين يا جماعه برضه؟ اول واخر. اول اسمه جلايسين واخر اسمه. طب بص بقى مين رقم اثنين؟ الامينو اسيد. اهو يا جماعه في يا دكتور جلايسين ورقم اثنين اسمه الالانين، يبقى اول واخر ورقم اثنين. الاول والثاني جلايسين والانين، واخر واحد اسمه برولين. وقال لي كمان يا دكتور واللايسين، هل في هيدروكسيلايسين؟ في لايسين لكن ما فيهوش هيدروكسيلايسين. خلاص؟ يبقى يا جماعه هل هنا في بوست ترانسليشنال موديفيكيشن؟ لا. مين اللي كان في بوست ترانسليشنال؟ كان في اللايسين في الكولاجين. كده يا جماعه قلنا رقم اثنين برايمري ستراكشر، رقم ثلاثه سكندري ستراكشر. يا جماعه الياستين ما قاليش ان هو هيلكس ولا بيتا ميديتد، بس انا هسال سؤال، التيرشر بتاعه فايبرس ولا جلوبيولار؟ هو ده السؤال يا دكتور. احنا بنتكلم في حاجه اسمها الفايبرس بروتينز، بنتكلم في ادمان اسمه سكليرو بروتين البومينويد. الاربعه كلهم مالهم؟ كلهم فايبرس، سواء كان كولاجين الاستين ريتيكيولين كيروتين كلهم فايبرس. خلاص. السؤال اللي بعد كده بيقول دكتور بيتكون من كام بوليبيبتايد تشين؟ هو الكولاجين كانوا كام؟ ثلاثه. ده كام يا جماعه؟ ده اربعه. واحد اثنين ثلاثة أربعة. طب الأربعة دول في الهواء ولا ماسكين مع بعض؟ طبعا ماسكين مع بعض. قال لي إيه اللي ماسكهم مع بعض؟ قال لي يا جماعة اللي ماسكهم مع بعض هو ده. مين يا جماعة؟ اللايسين. يبقى إذا اللي بيحافظ على الاستابيليتي بتاعت اللايسين أو بتاعت الإلاستين هو مين؟ هو اللايسين. اللي يا جماعة اللي حافظ على الاستابيليتي هناك كان مين؟ كان الجلايسين لما عمل مركب ريجيد، وكان الهيدروكسيبرين لما عمل استابيليتي في التربل هيلكس. خلاص كده؟ تاني كده يا جماعه يبقى الياسين رقم واحد موجود فين؟ الاستيك تيشو زي كذا وكذا وكذا. رقم اثنين ايه الامينو اسيد؟ اول وثاني واخر. جلايسين الانين واخيرا اسمه ايه؟ برولين. وما تنساش اللي بيعمل كونكشن للاربعه مع بعض اللي هو مين؟ فاضل يا دكتور. كده يا جماعه قلنا ايه؟ موجود فين؟ برايمري سكندري. والاهميه ما فيش اهميه، هو اللايسين بيعمل كونكت وخلاص. ايه الامر؟ ربنا يا جماعه خلق بروتين اسمه الالاستين، وخلق انزيم يكسر الالاستين، يبقى اسمه يا جماعه البروتين ده؟ او الانزيم ده اسمه ايه؟ اسمه الالاستيز، الالاستيز انزيم. الالاستيز ده يا جماعه انزيم بيعمل ايه في الالاستين؟ بيكسره. طبعا طبعا لما اجي اكسر الالاستين بتاعي ده حاجه حلوه ولا حاجه وحشه؟ هرجع اقول لك تاني، ما ده ويز ان نورمال، ودي حاجه كويسه، وده ربنا خلق جوايا ليه؟ يا جماعه هو انا مستفيد لما اكسر الاستين؟ اسالك انا سؤال تاني، هو يا جماعه انا باكل في اليوم بروتين قد ايه؟ لو رحت النهارده لقيت عندها لحمه في البيت وكلت لحمه، هل تاني يوم ولا بالليل بلاقي عضلاتي كبرت؟ بروتين بقى كبر ما انا اكلت بروتين؟ لا لا علي. يعني يا جماعه كميه البروتين لو انا انسان نورمال، كميه البروتين اللي كلته وكميه النيتروجين اللي انا كلته في اليوم، الانبوت بتاعه بيساوي الاوتبوت. يعني الكميه اللي انت كلتها هي نفس الكميه اللي انت فقدتها. امال تاني في كلمه يا جماعه اسمها الاحلال والتبديل. انا دلوقتي عندي بروتين مثلا في المصل ده، هو البروتين في المصل ده يا جماعه من ساعه ما اتولدت لحد النهارده هو نفسه؟ البروتين ده بتاع الشهر اللي فات هو نفسه بتاع النهارده؟ لا لا. اي يا جماعه كان في بروتين قديم موجود في المكان ده، بكسره ارميه بره واحط مكانه بروتين جديد. يبقى انا كده زودت البروتين او قللت البروتين؟ لا، بس عملت ايه؟ عملت تبديل، شلت القديم رميته وحطيت مكانه واحد جديد. فده اللي انا بعمله لما باكل شويه بروتين مقدارهم مثلا اكس، بقوم جاي على جسمي في المكان ده مقدار اكس، كسره ورميه وحط مكانه اكس جديد، بحيث يا جماعه يبقى البروتين بتاعي جديد،
بحيث لو الجديد قديم كان في حته باظت، في حته اتكسرت، في مش عارف ايه حصل له ايه، ارميه بره واخلص منه واسيب الجديد معاه. عمليه اسمها الاحياء والتبديل، او كلمه اسمها تيرن اوفر. تيرن اوفر، فبقول لي يا جماعه في انزيم اسمه الاستيز، ربنا خلقه طبيعي عشان العمليه دي، كسر القديم وارميه وحط مكانه جديد. طبعا عشان خاطر يحصل توازن ربنا خلق ماده اسمها الفا 1 انتي تريبسن. نسمع يا جماعه الماده اسمها التريبسن، بيبسن وتريبسن، دي انزيمات بتعمل ايه يا جماعه؟ بتعمل مين؟ بروتين. مش ده يا جماعه البروتين؟ مش ده دكتور اسمه الفا 1 انتي تريبسن؟ يعني ايه انتي تريبسن؟ يعني بيمنع هضم البروتين. البروتين اهو مين اللي بيهضمه؟ دي. فبقول لي يا جماعه ربنا خلق ماده طبيعيا بتعمل انهبيشن في الانزيم ده. وكان كده يا جماعه عملت موضوع توازن، عملت بالانس. لما احب اكسر طلع الانزيم اللي اسمه الاستيزي كسر. طب انا مش عايز اكسر وربنا خلق حاجه اسمها الالفا 1 انتي تريبسن توقف الانزيم ده عشان ما يشتغلش. شوفوا يا جماعه التوازن البالانس. دلوقتي دكتور انت عايز تكسر الماده دي مش هتطلع، الاستيزي اشتغل يكسر. طب انا مش عايز اكسر يبقى الماده دي تطلع توقف الانزيم يفضل الاستيزي زي ما هو. ففي ريجيوليشن، في بالانس. سالني بس السؤال الاول، هو البتاع دي بتطلع منين؟ الالفا 1 انتي تريبسن دي بتطلع منين؟ بتطلع من حاجه اسمها ال ام. طبعا ال يعني ليفر، ال يعني لانج، وام هي المونوسايت. ايه يا جماعه المونوسايت؟ نوع من انواع الوايت بي سي. احنا اخدنا ثلاث انواع من الوايت بي سي. ثلاث انواع من الوايت بي سي. خدنا قبل كده كلمه اسمها هليكوتروفيل والايزينوفيل. خدناهم فين دول قبل كده؟ هليكوتروفيلز بي 4 بي 4. والنهارده خدنا عنوان اسمه المونوسايت. بصين بقى كده اللي بيحصل لما يا جماعه الانسان يتدخل في توازن طبيعي، ايه اللي ممكن يحصل؟ ركز معايا هنا وجمع معايا الامراض يا جماعه اللي بنشوفها في المشاهير. بص على الممثلين، بص على الناس الزعماء، الناس دي في ناس كتير عندهم امراض، بناخد الامراض دي كتير في المنهج بتاعنا واحنا ماشيين فبنجمعها. فبقول لي بص يا دكتور، لما الانسان يتدخل في توازن طبيعي بيعمل، لو انسان سموكر ودول كتير بيشرب سجاير، السجاير بتعمل ايه يا جماعه؟ بتيجي على الماده اللي اسمها الفا 1 انتي تريبسن تضربها. اخبار الاستيز هيشتغل. يبدا يا جماعه الاستيز يشتغل ويعمل ايه في البروتين ده؟ يكسر. اكتر مكان يا جماعه فيه الاستين، او اكتر مكان مهم بالنسبه لي ممكن اكسر فيه الاستين، هي الالفيولاري. يا جماعه بصوا، انا انسان طبيعي لما اكون بتنفس جنبك، مش هقول لك انا، لما اكون في واحد جنبي بيتنفس انا ما بسمعش صوته وهو بيتنفس، ما باخدش بالي اصلا انسان، ما باخدش بالي لو كان هو بيتنفس ولا ده، انا اصلا ما باخدش بالي من نفسي ولا بسمع صوت نفسي وانا بتنفس. ليه يا جماعه؟ الموضوع سهل، الموضوع بسيط، مش عارف بعمل ايه، فالضغط جوه يقل، اسحب الهواء لجوه، تتنفخ الالفيولاي، بعد كده الضغط بيزيد، يقفل الالفيولاي، يطلع الهواء بره. الموضوع سهل، انا ما بعملش حاجه، مش بعمل مجهود وانا بتنفس. خدنا يا جماعه في السوركس ان في عضلات مسؤوله عن الريسبيريشن، وفي عضلات مش عارف اسمها الاكسسوري، ودي ما بتشتغلش الا في حالات الفورسيت الريسبيريشن او الاكسبيريشن، كلام كده. انا يا جماعه طبيعي ما بتنفسش بالحاجات دي، طبيعي لو سبت نفسي لوحدي كده بتنفس من غير اي مجهود، ما بطلعش صوت وانا بتنفس. العيان ده العيان ده يا جماعه بيتميز بيه، بص كده العيان ده يا جماعه اللي حصل له ان هو الالفيولاي بتاعته كانت عامله كده وكانت الاستيك، فكان الموضوع بالنسبه لي سهل. ليه؟ دخل هواء هتتشد كده، هتتمط كده وتوسع والهواء يدخل جواها. طب وبعدين؟ يا جماعه كونها الاستيك بتعمل كلمه اسمها ريكويل، يعني بتطبق على بعضها كده، هي اللي بتزق وتطلع الهواء لبره. فالموضوع سهل بالنسبه لي. العيان عشان ما عندوش ماده اسمها الفا 1 انتي تريبسن وقف او اشتغل انزيم اللي اسمه الالاستيز، وبالتالي كسر الالاستين. الالاستين اهو يا جماعه، ده الالاستين وده الالاستين، فلا تكسر الجزء ده. طب ما ينفعش اسيبها فاضيه. فيا جماعه لما جيت املى المكان ما مليتوش بالالاستين، امال مليته بحاجه اسمها فايبرس، فايبروزس، تليف. لما كان يا جماعه المركب بتاعي او الالفيولاي بتاعتي الاستيك، كنت باخد النفس بيدخل لوحده يوسع الالفيولاي، ولما اسيبه الالفيولاي بتقفل وتزق الهواء. دلوقتي يا جماعه العيان بيتنفس ازاي؟ بيزق الهواء هو بنفسه لجوه عشان يفتح الالفيولاي دي، لان فقدت خاصيه اسمها الاستيسيتي، خاصيه ان هي تتمط لوحدها. خلاص انا دلوقتي اللي بفتحها، ولما يجي خرج الاكسبيريشن هو يا جماعه اللي بيقفل الالفيولاي وطلع الهواء منه. فتسمع جنبه تسمع جنبه كده يا جماعه تسمع صوته،
اكيد قعدت قبل كده جنب عيان بيشرب سجاير بقاله كتير، تسمع صوت النفس بتاعه هو داخل وهو خارج، وهو حاسس ان في ازمه، انت بتحس ان هو تعبان وهو بيتنفس، كان في مجهود بيبذله وهو بيتنفس مع النفس اللي داخل والنفس اللي خارج. المرض ده يا جماعه مرض اسمه انفيزيما. هقول لك الكلمه اللي انا عايزها في الكتاب، كلمه اسمها يا جماعه انفيزيما. انفيزيما هو مرض سببه نقص ماده كان اسمها ايه؟ الفا 1 انتي ترمبسن. فمين اشتغل؟ الاستين. كسر مين يا جماعه؟ الاستين اللي كان موجود فين؟ في الاربيون. صعبه ثلاث كلمات دول. يبقى يا جماعه عباره عن نقص الفا 1 انتي ترمبسن، فاشتغل انزيم اسمه الاستيز كسر الاستين بتاع الالفيولا. ده مرض اسمه الانفيزيما. طب يا جماعه لو جيت خدت كات سكشن كده، قطعت انا من هنا كده لحد ورا، وجيت بصيت على الشيست بتاعي من فوق، شكل الشيست بتاعنا يا جماعه بيبقى عامل كده. ايه يا دكتور؟ بيسميه كلمه اسمها اليبتيكال، يعني عامل زي عين السمكه كده. العيان بتاعنا يا جماعه اللي بيحصل له ايه؟ بيبقى الشيست بتاعه عامل كده. بيسموه يا جماعه ان هو بقى عامل زي البرميل. ما بقاش الشكل الطبيعي. الانفيزيما يا جماعه غالبا بعد كده بتقلب بحاجه اسمها سي او بي دي. سي يعني كرونيك، كرونيك يعني مزمن، واو يعني اوبستراكتيف، يعني في حاجه اتقفلت، وبي يعني بالمونري ديزيز. حصل يا جماعه اوبستراكشن في البالمونري، في اللنج، في البالمونري تراكت، وقفلت الدنيا. العين ده يا جماعه تشوفوا فين؟ شفت عادل امام؟ ركزت في عادل امام قبل كده؟ بص على صدر عادل امام، في حاجه غلط، مش ده شكله الطبيعي. لو لاحظت عليه ايام الافلام اللي هي بتاعته، وحتى الافلام الجديده، بتلاقي يا جماعه الشيست بتاعه مبدئيا كده طالع لبره كده، مش طبيعي. ثانيا تلاقيه طالع لفوق، مش طبيعي. ركز فيه تاني، هتلاقي يا جماعه صدره غالبا بيكون طالع لفوق سيكا، مش ده السنه اللي فوق كده، مش ده الطبيعي بتاعه، مش ده الصدر الطبيعي بتاعنا. انا اهو لا، ده طالع لبره كده. ليه يا دكتور؟ بدا ياخد الشكل ده مع كتر السموكينج، دخل في حاجه اسمها انفيزيما، وقلبت بعد كده مرض اسمه السي او بي دي. العيان ده بيكون عنده مشاكل كتير، من ضمنها ان شكل الشيست بتاعه اتغير، لانه مع مرور الزمن من كتر يا جماعه العضلات بتاعتها بتشتغل، اللي هي الاكسسوري المفروض اصلا ما تشتغلش غير في الفورسيت والفورسيت، لا ده شغال طول الوقت. فالربس يا جماعه المفروض انها نازله كده اوبليك، مش كده ولا ايه؟ بدا يا جماعه تبقى ماشيه ترانسفيرس، ماشيه كده. فبدا يا جماعه الصدر بتاعه يبقى عامل زي البرميل او حاجه مدوره كده. عموما هتاخدوا يا جماعه ان شاء الله موضوع السي او بي تي والانفيزيما بالتفصيل الممل ان شاء الله في خمسه. فلما توصلوا لخمسه ان شاء الله هتكون نسيت كل الكاميرا كلها. اللي انا عايزه دلوقتي ننزل لمستوانا تاني، وخلينا في السنه الاولى عايزين نعرف يعني ايه انفيزيما. كانفيزيما نقص بحاجه اسمها الفا 1 انتي ترمبسن زاد الاستيز كسر الاستيز اللي موجود فين؟ في الاربيو. طيب رقم ثلاثه، بروتين اسمه ريتيكولين. يا جماعه انتوا لو خدتوا بالكم من حاجه، دايما البروتينات اخرها مقطع اسمه اي ان، باعتبار ان كلمه بروتين اخرها مقطع اسمه يا جماعه اي ان. زي ما قلنا قبل كده الاكتين، المايوسين، خدتوا حاجه اسمها الكالموديولين، ده بروتين بتاع الكالسيوم. انواع كتير يا جماعه البروتينات دايما بيكون اخرها اي ان. اشهر مثال الفرق بين كلمه كيراتان وكلمه كيراتين، ما تنساش الكلمه دي. كيراتان كان كربوهيدرات، كيراتان صلفيت في الجاكس في الجدول، وحاجه اسمها يا جماعه الكيراتين ده عباره عن بروتين. الريتيكولين برضو عباره عن بروتين. يا كريم، لو كان يا جماعه الالاستين موجود في الالاستيك تيشو، الريتيكولين موجود فين؟ في حاجه اسمها الريتيكولار تيشو او الريتيكولار فايبرز. فسالني مين هم الريتيكولار فايبرز؟ المفروض يا جماعه ان شاء الله تاخدوا في الهيستولوجي حاجه اسمها الريتيكولو اندوثيليال سيستم. لما تاخده ان شاء الله هتعرف ان الريتيكولار دول يا جماعه حاجه زي الليفر وزي البون مارو وقبل ده السبلين. هو يا جماعه الار بي سي بتتكسر فين؟ في السبلين، وبرضه جزء منها في الليفر وجزء منها في البون مارو. البون مارو بيصنع وبيكسر. يا جماعه بيقول لي موجود في الليفر وفي السبلين، كفايه دول ليفر وسبلين، افتكرت البون مارو ماشي. الريتيكولين مش فيه كلام، خلاص هو كلامه كده خلص. موجود فين؟ من اسمه ريتيكولين، موجود في الريتيكولار فايبرز. اكيد مش هيجي لك في الامتحان يقول لك الريتيكولين موجود فين. الا بقى لو جاي يقول لك في الام سي كيو ليفر ومش عارف ايه ومش عارف ايه، باعتبار ان هو بيسالك انت عارف ان الليفر ده ريتيكولار فايبر ولا لا. بيقول لي يا جماعه اي سؤال اسالك فيه في الريتيكولين جاوبه منين؟ من الكولاجين، لان الريتيكولين از سيميلر تو كولاجين. والكولاجين كان كامبول بيتال تشين. فلازم هنشوفه عامل ازاي؟ هيركس وكان فايبرز ولا جلوبيلا؟ وكلهم خارج.
خلاص خلصنا من الريتيكيولين. تخش بعد كده على مين؟ على الكيراتين. على فكره الكيراتين انت عارفه. الكيراتين موجود فين؟ في السكلت اسمه يا جماعه. وفين كمان؟ في النيل. وفي الهير. يبقى يا جماعه موجود فين؟ قال لي في السكن، قال لي موجود في الهير، موجود في النيلز. والدكتور بيقول لي كمان موجود في الفينجرز. في ايه موقع فينجرز بالعرب يعني دلوقتي؟ ايه فينجرز؟ ما هو الفينجر يا سكن يا هير يا نيل. ما هم دول ايه فينجرز؟ المهم يا جماعه ان هو موجود في الايه؟ في النيل والهير والايه؟ والسكن. طيب كلمه بتقول، وده اللي بتيجي في الام سي كيو، سؤال السنه اللي فاتت في الامتحان اخر السنه، وسؤال الميد يير السنه اللي فاتت، والسؤال اللي قبليه برضه. دكتور ان الكيراتين ريتش بامينو اسيد اسمه سيستاين. يا جماعه الامينو اسيد ده يعني مشهور كتير في بعض الامينو اسيد وبعض البروتينات ومحبوب قوي. سيستاين ده دايما لما تلاقيه موجود في البروتين اتاكد ان هو هيجي في الامتحان. سيستاين. السيستاين لما اعرف ان الكيراتين كان جواه سيستاين امينو اسيد، تفهم كده ان هو هيكون بوند اسماعيل. خلاص كده؟ يبقى يا جماعه كده خلصنا 10 انواع من البروتينات. ادوهم بقى معايا كده. البوم بروبيرات، بروتينات وجيلاتين، واثنين بيزك هيستون وجلوتامين، واربعه فايبرس اللي هم ما بيجيبوش في الميه، اللي هو الكولاجين، الاستين، ريتيكيولين، وكيراتين. وارتدام يا جماعه على حسب الدوران في الميه. انا عايز بس قبل ما اقول حاجه جديده اقارن مقارنه سريعه كده ما بين الكولاجين والالاستين. وريني انت في البيت لما تيجي تذاكر تذاكر كده، اي حاجه ينفع اعمل لها مقارنه اعمل لها مقارنه، ما تكتبش حاجه تبقى في البيت. الاستين والكولاجين. بالمره. تاني لما يجي لك سؤال في الامتحان اسمه كومبير. يعني ايه كومبير؟ يعني ارسم جدول، اكتب هنا العنوان الاولاني، واكتب هنا العنوان الثاني، وكاتب الموضوع كله، وكاتب الموضوع كله. ده كومبير في الضبط. كومبير مش معناه اشوف ايه المختلف هنا والمختلف هنا، مش ده كومبير خالص. ماشي الكلام؟ هي الفكره كلها لو في جملتين عكس بعض رتبهم قصاد بعض بس. لكن غير كده بكتب الحاجات المختلفه وبعدين املى بقيه الكلام اللي انت ما كتبتوش. بمعنى الكولاجين يا جماعه كان بيمثل كام في المية؟ موجود فين؟ في الكونكتيف تيشو زي كذا وكذا وكذا. يبقى الاستين موجود فين؟ في الاستيك تيشو زي كذا وكذا. بعد كده مين الامينو اسيد؟ اول جلايسين واخر برولين و وهنا مين يا جماعه؟ او هيدروكسيلايسين. هنا مين؟ ثاني واحد اسمه الانين واللايسين. بعد كده دكتور كان عندي كام بوليبيبتايد تشين؟ ثلاثه. وهنا وبقول له بقى يا جماعه ان الثلاثه دول كل واحد عباره عن الفا هيليكس وبيلف ليفت هاندل وكلهم على بعض بيلفوا ويعملوا حاجه اسمها تريبل هاندل. انما اللي هناك ده قلنا أربعة وخلاص أهو. هبدأ أتكلم عن الأمينو أسيد. إيه أهمية الجلايسين والهيدروكسيبرولين والهيدروكسيلايسين؟ وهنا يا جماعة أقول إيه أهمية اللايسين؟ إن هو بيعمل كونكت الأربعة دول مع بعض. أهو كام جملة كده؟ واحد اثنين ثلاثة. وقلنا يا جماعة السكند ستراكشر قلنا أهمية البروتين. يفضل مين؟ الأمراض. هنا عندي كام مرض؟ ثلاثة. مرض اسمه سكار. ومرض خلال النهاردة اسمه إيه؟ إهدر دانوس سندروم. المرض اللي تبع البون اسمه اوستيوجينيسيس امبرفكت. هنا يا جماعه مرض اسمه ايه؟ اسمه الانفيزي. وطبعا هتشرح ده وهتشرح ده. مقارنة كده يا جماعه بين الكولاجين وبين الاستين. المقارنات كترت. دكتور عاطف واضح كده يا جماعه من قصته ان هو بيحب اسئله المقارنات. واضح جدا من الامتحان اللي فات ان كل سؤال كل امتحان انت عملته يا جماعه في ثمانيه جروبس كان في سؤال كومبير معاه تقريبا امتحان واحد او امتحانين بكتير قوي. اسئله الكومبير مهمه، جاب كومبير ستارش وسيلوز، ستارش وجلايكوجين، مش عارف ايه، دايما في سؤال كومبير، خلي بالك بقى من الكومبير. طيب، كده خلصنا مين يا جماعه؟ خلصنا السيمبل بروتين اللي هم 10، هسأل سؤال تاني، يعني ايه سيمبل بروتين؟ رقم 2 اسمه الكومبلكس بروتين، يا جماعه الكومبلكس بروتين، بص لي كده وركز في الهول. الكومبلكس بروتين هو عباره عن البروتين اللي لما بكسره بيديني امينو اسيد ومجموعه كمان. اشمعنى؟ ليه امينو اسيد؟ قلت له ان هو بيتكون من جزئين، جزء اسمه بروتين بارت وجزء اسمه نون بروتين بارت. فلما اكسر البروتين بارت هيديني ايه؟ امينو اسيد، والتاني يا جماعه اللي هو نون بروتين بارت هيديني حاجه ثانيه. بمعنى بصوا كده
ده بروتين اهو يا جماعه، يبقى سيمبل ولا كومبلكس؟ سيمبل. ويعني ايه كومبلكس؟ يعني سيمبل واديته حاجه. اهو يا جماعه سيمبل، وضفت له مثلا فوسفين. لما اجي اكسر الجزء ده هيديني امينو اسيد، وده يديني فوسفين. فدايما يا جماعه هسال سؤال في كل الكومبلكس بروتين اللي هم سته، هسال فيهم ثلاث اسئله. مين البروتين بارت؟ مين النون بروتين بارت؟ واديني مثال. بسمي يا جماعه النون بروتين بارت كلمه اسمها البروستاتيك. يعني ايه كلمه بروستاتيك؟ بروستاتيك يعني صناعي. البروستاتيك جروب هي المجموعه الغريبه، هو يطلق عباره عن بروتين مش كده؟ ايه بقى المجموعه اللي جواها غريبه؟ ايه المجموعه اللي هي مش بروتين؟ اسمها النون بروتين بارت. خلاص كده؟ ابدا. بصوا بقى معايا. اسال كل مره يا جماعه مين هو البروتين بارت؟ مين هو النون بروتين بارت؟ واديني مثال. نبدا بالسهل. السته دول على فكره يا جماعه في اتنين منهم سهلين جدا، واتنين خدناهم قبل كده مش هنتكلم فيهم، واتنين نوعا ما يعني مش صعبين بس برضو مش سهلين قوي. نبدا برقم واحد، كلمه اسمها نيوكليو بروتين. سؤالين انت عارفهم. السؤال الاولاني، يعني نيوكليو؟ يعني نيوكليو؟ يعني نيوكليك اسيد. نيوكليو جاي من كلمه اسمها نيوكليك اسيد. ايه بقى يا جماعه نيوكليك اسيد ده؟ الدي ان ايه والار ان ايه؟ فاكر لما جينا قلنا على البروتينات اللي هم كانوا اثنين فاين او فاوند ان كومبينيشن ونيجاتيف تشارج نيوكليك اسيد؟ اللي هم مين يا جماعه البروتين؟ ده اول سؤال. مين هم البروتين؟ هم البيزك اللي هم الهيستون والبروتين. هل فكرني كان موجب ولا سالب؟ موجب. ده بيزك يا دكتور، ده سؤال. ده كان موجب هيستون وبروتامين. يبقى مين البروتين بارت؟ بيزك بروتين زي الهيستون والبروتامين. سؤال، دول كده سيمبل ولا كومبلكس؟ سيمبل ولا كومبلكس؟ احنا خدناهم في السيمبل اصلا. انت يا جماعه الكومبلكس بقى قال لي لما اضيف عليهم النون بروتين بارت، السؤال بقى مين هي البروستاتيك جروب؟ مين هي النون بروتين بارت؟ ما تقوليش الدي ان اي، قول لي نيوكليك اسيد. زي مين ومين يا جماعه؟ زي الدي اوكسي رايبو نيوكليك اسيد والرايبو نيوكليك اسيد. اللي هو مين يا جماعه؟ دي ان اي والار ان اي. مين البروتين بارت؟ مين البروتين بارت؟ بروتين بارت بيزك بروتين اسمه هيستون وبروتامين. نعم بروتين بارت عباره عن نيوكليك اسيد اللي هو مين؟ الرجاله اللي نايمه ورا دي ان اي والار ان اي. قال اديني مثال. قلت له بص لما الدي ان اي يلف حوالين بروتين اسمه الهيستون او البروتامين بيديني كلمه اسمها ايه؟ كروموسوم. كروموسومز يا جماعه كلنا قاعدين النهارده وعارفين ان الكروموسوم ده عباره عن مين؟ عباره عن المعلومات الوراثيه اللي موجوده عندي في صوره دي ان اي. الدي ان اي قلنا قبل كده ان هو طوله كام متر؟ 2 متر. دخلته زي جوه النيوكليوس لفيته حوالين الهيستون والبروتين. فانا ايه كلمه كروموسوم؟ عباره عن بروتين اسمه هيستون او بروتامين زائد ايه يا جماعه؟ الدي ان اي. طيب رقم اثنين كلمه اسمها الرايبوسوم. مين الرايبوسوم؟ الرايبوسوم هو عباره عن الار ان اي زائد مين يا جماعه؟ الهيستون او البروتامين. ثلاث اسئله تاني. مين البروتين بارت؟ هيستون او بروتامين. مين نوع بروتين بارت؟ النيوكليك اسيد. اديني مثال كروموسوم رايبوسوم. يعني ايه كروموسوم؟ دي ان اي مع البروتين اسمه الهيستون او بروتامين. يعني ايه ار ان اي؟ يعني ايه رايبوسوم؟ ار ان اي مع البروتين اللي اسمه هيستون او بروتامين. يبقى كده يا جماعه بصوا ايه الفرق بين الهيستون والكروموسوم؟ الهيستون ده عباره عن سمبل بروتين، لما كسره هيديني بروتين امينو اسيد بس. لكن الكروموسوم لما كسره هيديني امينو اسيد اللي هو البروتين بارت، والنيوكليك اسيد اللي هو مين؟ الدي ان اي، ده النون بروتين. وصلت الفكره؟ طيب رقم اثنين. في ناس نايمه يا جماعه انا مش فاهم ازاي يعني. رقم اثنين قال لي كلمة اسمها الفوسفوبروتين. فوسفوبروتين. سؤال أولاني، مين البروتين بارت؟ أي بروتين أنت عارف؟ بروتين أهو. بغض النظر هو مين بقى البروتين. قال لي بس بشرط. سألت إيه الشرط؟ قال لي يا مين بروتين بارت؟ فوسفين. قال لي يا جماعة إيه رمز الفوسفين؟ H3PO4. H3PO4. فاكرين رسمناه ازاي؟ رسمنا بي معايا كام اكسجين؟ 4 ده 1 2 3 4 ورسمنا لكل واحده هون. قلنا غلط، انا الاكسجين ده كام فوسفات؟ فقلت لك كمل كده الهيدروجين 1 2 3 يبقى هنا في دبل بوند.
HCPO4 رسمناها قبل كده. بيقول يا جماعه لازم يكون البروتين اللي معاك جواه او اتش جروب. جواه اتش جروب. هو البروتين ده مش كان عباره عن امينو اسيد؟ مين بقى يا جماعه الامينو اسيد اللي يكون معاه اتش جروب؟ دول ثلاثه، يا اما سيرين، ثريونين، تايروزين. اذا مين هو البروتين بارت؟ اي بروتين بس يكون فيه يا جماعه هيدروكسيل كونتين. مين نون بروتين بارت؟ مين البروستيتيك جروب؟ فوسفين. ليه بقى يا جماعه؟ عشان ناخد من هنا او اتش ومن هنا اتش بس كده. بوند الاسماك او جلايكوسيديك بوند، صح؟ دي او جلايكوسيديك. يعني ايه جلايكوسيديك؟ برضه ده سكر، طرف من الطرفين سكر. لا، البوند يا جماعه بتاعت الفوسفيت اسمها ايه؟ دايما الفوسفيت بتمسك ببوند اسمها ستار بوند. قال لي اديني مثال بقى. ممكن، بس انا دلوقتي عايز الاثنين دول او الثلاثه دول، دول اللي بيجوا اصلا بال الترانسليشن. اسمعني هنا كده وركز، بص لي هنا. الامثله اللي بتجيلي في الامتحان يا جماعه دي امثله غريبه شويه. فاكر لما قلنا لبن وبيض؟ ايه اللبن وبيض؟ الايج وايت وبياض البيض واللاكتالبومين. ايه اللاكتالبومين؟ اللي هو عباره عن الالبومين اللي في الايه؟ اللي في اللبن. بيقول لي يا جماعه برضه لبن وبيض، والمره دي بيجوا في الامتحان لان الاسماء غريبه شويه. حاجه اسمها الكازين اوف الملك. كازين بروتين اسمه الكازين. كازينو في الملك، كازينو في الملك. وحاجه يا جماعه اسمها الفيتلاين. فيتلاين في الاج، فيتلاين في الاج. دول بيجوا في الامتحان ليه؟ يقول لك ايه؟ السؤال ده بالذات فيتلاين اوف اج از خلاص، يا السؤال كده خلص هجيبها ازاي دي؟ فيتلاين اوف اج از رقم واحد. ما يسالنيش بقى يا جماعه هو سمبل ولا كومبلكس ولا مش عارف ايه، ما انا حافظ السمبل وعارف مين الدرايف، ممكن يبقى كومبلكس. لا، يقول لي يا جماعه مين في الكومبلكس؟ هل هو النيوكليو بروتين ولا هو فوسفو بروتين ولا هو ميتال بروتين ولا هو مش عارف ايه ولا مش عارف ايه؟ عشان اقول يا جماعه هو عباره عن فوسفو بروتين. السؤال من الاسئله الصعبه قوي، مش كل الناس بتفتكر. مثل اللاينو في الاب والكازينو في الملك عباره عن فوسفو بروتين. ورقم ثلاثه يا جماعه فوسفو انزيم. سؤال، اي انزيم في الدنيا عباره عن بروتين؟ واي هرمون في الدنيا عباره عن بروتين ما عدا السيروم. فيا جماعه اي انزيم في الدنيا عباره عن بروتين وماسك مع فوسفيتا اسمه الفوسفو انزيم. يبقى ده مثال على الفوسفو على الكومبلكس بروتين. ولا مثال على الكومبلكس بروتين؟ مين بروتين بارت؟ انزيم. مين نون بروتين بارت؟ الفوسفو. نرجع تاني يا جماعه ونجمع الاثنين دول على بعض. قول معايا مين البروتين بارت في حاله النيوكليو بروتين؟ بروتين بارت استو بروتين. مين بروتين بارت؟ اي بروتين بس يكون فيه مجموعه اسمها اورج سيرين ثريونين تايروزين. فوسفو بروتينز لسه يا جماعه ثاني. مين النون بروتين بارت؟ نيوكليك اسيد. زي مين؟ دي ان يو ار ان اي. نون بروتين بارت فوسفيت. فاضل السؤال بيقول دكتور المثال هنا كان مين؟ كروموسوم ده الدي ان اي والريبوسوم ده الار ان اي. مين البروتين المثال؟ كازين اوف الملك فيتلاين اوف الاج. ما تنساش مين يا جماعه كمان؟ فوسفو انزيم. رقم ثلاثة كلمة اسمها الميتالو بروتينز. تاني يا جماعة الكلام واضح؟ كلمة اسمها إيه؟ ميتالو بروتين. مين هو بروتين بارت؟ الأول مين البروتين بارت؟ أي بروتين. مين الميتالو؟ اللي هو النون بروتين بارت هو البروستيتيك جروب هو الميتال. يعني ميتال؟ معدن. إيه بقى يا جماعة البروتينات اللي جواها معادن؟ طبعًا رقم واحد في المعادن عندنا المعادن. رقم واحد في المعادن حديد أو معدن اسمه حديد. الايرون. ايه بقى موضوع الايرون؟ هو احنا خدنا قبل كده كلمه بتقول في حاجه اسمها الهيم ايرون والنون هيم ايرون. وغلطه عند كل الناس، الناس متخيله يا جماعه ان كلمه هيم ايرون معناها حديد في الدم. ما هيم يعني دم وايرون يعني حديد. والناس متخيله ان كلمه اسمها نون هيم ايرون يعني ما فيش حديد في الدم. طبعا الكلام ده غلط، لان كلمه هيم ما اقصدش بيها دم. هو يا جماعه لما نفى هنا نفى كلمه ايرن ولا كلمه هيم؟
لقى كلمه هيم. يعني ايه كلمه هيم؟ بصوا لي كده، ده حديد اير وده حديد اير، ما كلمه اير موجوده في الحالتين. يعني ايه بقى هيم؟ الهيم دي يا جماعه عباره عن حلقه اسمها الهيم. الحلقه دي عامله زي دكتور، بيقول لي يا جماعه الحلقه دي عامله كده، حلقه خماسيه اهي، وحلقه خماسيه ثانيه جنبيها اهي، وحلقه خماسيه ثالثه اهي، وحلقه خماسيه رابعه اهي. شايف الحلقه دي يا جماعه؟ ودول الاربع حلقات دول بيمسكوا مع بعض ويكونوا حلقه كبيره خالص اهي. الرنج الكبيره دي كده اسمها الهيم، ويجي يا جماعه الحديد يمسك في النص معاهم كلهم كده. بسمي ده كله على بعضه، الرنج الكبيره دي هيم، وده مين؟ الاير. لكن ده يا جماعه كده اسمه اير نون هيم. يعني ايه يا جماعه نون هيم؟ انا بنفي كلمه اسمها هيم. يعني يا جماعه ده حديد حواليه هيم، وده حديد من غير هيم. فكلمه نون ما قلتش نون اير، قلت نون هيم، يعني نفيت كلمه الهيم. فعندي يا جماعه نوعين من الحديد، يا اما حديد موجود في الصوره الهيم حواليه رنج كده يا جماعه بنسميها بروتو بورفرين، بتاخدوها ان شاء الله في الفسيولوجي والبايو السنه الجايه، اسمها بروتو بورفرين. الرنجات دي اسمها بايرول، هناخد الكلام ده السنه الجايه. بقول يا جماعه انا عندي حاجه اسمها هيم اير، حلقه كبيره كده وخلاص وجوه الحديد، لكن هنا يا جماعه مفيش حلقه، وسميت النوعين يا اما هيم اير يا اما نون هيم اير. عندي ثلاث امثله على الهيم وثلاث امثله على النون هيم. حد يقول لي مثال على هيم؟ هيم ده اول مثال يجي بقى على طول هو مين؟ الهيموجلوبين. اخو الهيموجلوبين في المصل مايجلوبين. ورقم ثلاثة انزيم خدناه قبل كده اسمه البيروكسيديز. بيروكسيديز اللي كان بيكسر الهيدروجين بيروكسيد، ومحتاج اعمل مساعد كان اسمه جلوتاثيون، سميته جلوتاثيون بيروكسيديز، بيكسره ويديني اتنين ميه. وكان على السهم تحت كده عنصر اسمه ايه؟ السيلينيوم، كان موجود في عنوان اسمه السيلينوسيستاين. بيروكسيديز بيروكسيديز جواه حديد موجود في الصوره الهيم. النون هيم يا جماعه ثلاث بروتينات، اسمعهم بقى كده وافهموا. بروتين مسؤول عن نقل الحديد في الدم، تاني بروتين مسؤول عن نقل الحديد في الدم، وبنقل يعني كلمه اسمها ايه؟ ترانسبورت، وخدت منه كلمه اسمها ترانس. حديد يعني ايه؟ هو يا جماعه اف ايه بوست في اتنين بقرايه؟ فرس. فرس وبوست في ثلاثه؟ يبقى كلمه فر موجوده في كلمه فرس، وفر ده معناها حديد، وسميته ترانس فر فرين. يعني ايه اي ان؟ يعني بروتين. فسميته يا جماعه بالعربي البروتين الناقل للحديد. صعبه دي؟ يبقى اسمه ترانس فرين. رقم اثنين، نقلت الحديد وحبيت اخزنه، فسميته يا جماعه البروتين بتاعي فريتين. خد بالك ان ترانس فرين ما فيهاش تي. الفريتين هو عباره عن مخزون الاستورج بتاع الحديد في جسمي. يبقى ترانس من اسمه بلق الحديد، والفريتين تي يعني ستورج مخزن الحديد. طب يا جماعه خزنت حديد في جسمي كله وما عادش في مكان تاني اخزن فيه، بخزنه في صوره ايه؟ في صوره ثالثه اسمها الهيمو سيدرين. ايه بقى الهيمو سيدرين؟ يا جماعه ده المخزون الاوفر. طبيعي يا جماعه اخزن الحديد بتاعي في صوره اسمها فيريتين في بعض الاماكن في جسمي. خلاص مليت، المخازن كلها اتملت وما زال عندي حديد. انت عارف يعني يا جماعه المخازن اتملت وما زال عندي حديد؟ يعني كلمه اسمها توكسيسيتي، يعني الحديد عندي بقى اكتر من اللازم، بقى عندي حديد كتير قوي في جسمي وانا مش عايزه. ما اللي انت عايزه خزنته في صوره اسمها فيريتين. طب والباقي اوديه فين؟ قال يا جماعه عشان ما يفضلش موجود في الدم خزنته جوه التشو في صوره اسمها الهيموسيدرين. وفي مرض اسمه الهيموسيدروزس. طبعا يا جماعه الهيموسيدرين المفروض نسبته طبيعيه بتبقى قليله شويه في جسمي، بس ده المخزون الزياده بعد ما خزنت. ده الاوفر ستورج. ففي مرض بيقول لي لما يزيد الهيموسيدرين في جسمي يبقى مرض اسمه الهيموسيدروزس، هناخده بعدين ان شاء الله. يبقى كده يا جماعه بصوا لي هنا. مين هم الهيم؟ بدايه الكلام بفتكر كلمه اسمها هيموجلوبين، يفكرني باخد اسمه مايوجلوبين، وانزيم اسمه بيرشيدس. دول يا جماعه ثلاث حاجات، انزيم او بروتين بينقل سميته ترانس فيرين، بيخزن فيريتين اكتر من اللازم هيموسيدرين. يجي لك سؤال ام سي كيو عشان الناس اللي ما بتذاكرش، يقول لك ايه؟ All of the following are heme iron except. كل دول هيم عدا. رقم واحد هيموجلوبين، رقم اثنين مايوجلوبين، رقم ثلاثه بيروكسيديز. ويجيب لك هنا مين يا جماعه؟ الهيموسيدرين. ليه بقى؟ عشان اللي مش مذاكر يقول لك يا جماعه ده هي اسمها هيم، يبقى اكيد الهيموجلوبين تبعها. وهو اسمه مايوجلوبين، اكيد هما الاثنين زي بعض اخوات. يفضل عنده مين يا جماعه؟ البيروكسيديز والهيموسيدرين. ما ده اسمه هيمو زي الهيموجلوبين.
يبقى اذا ده صح يبقى يختار غلط مين؟ بيرو شديد. لا الغلط هو هيمو شديد، مع ان اسمه هيمو بس مش معنى كلمه هيمو شديد ان هو اسمه ان هو في هيم. بمعنى الثلاث حاجات دول هما النون هيم ايرون. ده ايه فايده الحلقه؟ موضوع ثاني خالص، ده بقى نبدا السنه الجايه ان شاء الله. يبقى يا جماعه كده عندي حاجه اسمها هيم ايرون ونون هيم ايرون، وده اول حديد خدنا فيه. رد بقى عليا كده، بيتقال بروتين مين نوع بروتين بارت؟ ليمفوسيت جروب ميتا زي مين؟ حديد. اديني مثال هتقول لي عندي هيم اير ونون هيم اير. مين الهيم اير؟ هيموجلوبين. هيموجلوبين بيروتين. مين نون هيم اير؟ ترانسفيرين. خزنت فيريتين اوفر يبقى هيموسيدين. رقم اثنين معدن اسمه الكبر. شايف كلمة كبر كتبتها ازاي؟ كتبتها سيو رمزه سيو كده بقى اكتبه كبر سي او. ليه بقى يا جماعه؟ عشان ده هيفكرني بحاجه انا عايزها دلوقتي. اولا الكبر موجود في اثنين بروتين. بروتين اولاني يا جماعه اسمه السيريو. سيريو يعني نحاس. سيريو يعني نحاس. سيريو بلازمين. رد عليا بقى وقول لي يعني ايه اي ان؟ بروتين. وبلازم يعني كلمه بلازما هو عباره عن البروتين الناقل للنحاس في البلازما. ده بيساوي مين يا جماعه في الحديد؟ بيساوي الترانسفيرين فين؟ في الحديد. تاني بروتين اسمه السيريوبلازمين. سيريوبلازمين اعرف اسمه بس ان هو فيه سيريو يعني نحاس. البروتين التاني يا جماعه حاجه اسمها سي او من اسمه اهو عشان ما تنساوش في الام سي كيو. الكبر يا جماعه موجود في انزيم اسمه السيتوكروم. خدناها في الهيستولوجي كده السيتوكروم دي. سيتوكروم. سيتوكروم اوكسيديز. هو انا هسال سؤال بس معلش. الحديد الست مركبات كان فيهم انزيم مين الهيم؟ هيموجلوبين. هيموجلوبين وايه؟ بيروكسيديز. مش ده كان انزيم؟ لكن الترانسفيرين والفيريتين والهيموسيدرين هل اخيرا كلمه اسمها اسم؟ لا. يبقى يا جماعه الانزيم هنا اللي اسمه ايه؟ في الحديد الكبر اسمه السيتوكروم اوكسيديز سي او. عشان الناس ما بتذاكرش في الام سي كيو او ذاكرت ونسيت ودلوقتي مضطر اختار اختيار السيتوكروم اوكسيديز سي او ده الكبر اللي هو سي او كبر سيتوكروم اوكسيديز. اخر واحد خالص يا جماعه عنصر اسمه الزنك. نسمع عن الزنك. الزنك بص لي كده الاول يفكرني بهرمون اسمه هرمون اسمه انسولين. انسولين جمعني بقى كده الانسولين اللي احنا خدناه قبل كده كان كم بولي بتاعت شين؟ اي وبي. ايه كانت؟ 21 ودي كانت 30 ومسكوا مع بعض بوند اسمها فاسفايد بوند ومعدن اسمه زنك. الزنك يا جماعه الناس اللي خدت ضد طبعا في المحاضرات بس ما خدتوش الضد بيدخل كجزء من انزيم اسمه بص كربونيك انهيدريز. كربونيك انهيدريز يا جماعه اختصار لحاجه اسمها كربونيك انهيدريز. ليه بقى؟ عشان عايز اقول لك الفرق بين الكبر وبين البتاع ده. لما يجي لي في الامتحان يقول لي الكبر بستخدمه جوه انزيم اسمه كربونيك انهيدريز ولا سيتوكروم اوكسيديز؟ انا مش فاكر. بقول لك يا جماعه الكبر بدايته ايه؟ كبر. جمعيته يا جماعه سي او اللي بستخدمه كعامل مساعد لماده اسمها ايه؟ سيتوكروم اوكسيديز. كده يا جماعه خلصوا الميتا وبالميتا خلصوا خلاص الحصه خلصت. بس نرجع بقى نجمعهم تاني. قول لي بقى مين البروتين بارت في الميتال؟ اي حد. مين النون بروتين بارت؟ ميتال. زي مين الميتال؟ حلو؟ شوية شوية مين يا جماعة البروتين؟ مين النون بروتين؟ النون بروتين اسمه الميتال. مين الميتال؟ حاجة من ثلاثة يا إما أيرون يا إما كبر يا إما زنك. نبدأ بالأيرون. كان هيم ونون هيم. مين الهيم؟ مين الهيم؟ هيموجلوبين مايوجلوبين بيروكسيدين. مين نون هيم؟ بني اسمه ترانسفيرين وبخزن فيريتين والزيادة بسميه هيموسيدين. الزنك هرمون اسمه انسولين وانزيم كان اسمه يا جماعة كربونيك انهيدريز. فاكر يا جماعة الكربونيك انهيدريز بيعمل كده بص هتقول في الفيسيولوجي ان شاء الله. هل ده يتحد مع ده؟ بيكون لي مين؟
ريتش تو سي او سي. خلاص كبر كان موجود في البروتين اسمه ايه؟ في البلازما سيريو بلازمين، وموجود مع انسيب اسمه سي او. كان يختار ايه يا جماعه؟ سي او سيتوكروم اوكسيديز. بصوا يا جماعه رقم اربعه كده اسمه ايه؟ ركز كلمه كده عدت علينا زمان اسمها الكرومو بروتينز. سؤال اولاني، مين البروتين بارت؟ اي بروتين. مين نوع بروتين بارت؟ يعني ايه كلمه كرومو؟ كروم يعني ملون. بقول يا جماعه النون بروتين بارت از كالرد كومباوند، كالرد سبستانس، ماده ملونه. خدنا كلمه كرومو دي قبل كده فين؟ في الاكروتكسل. لما قلنا عليه كلمه مفيش، هو كرو جاي من كلمه كروم، اكرو يعني ملوش لون. فاكر لما كان اكروتكسل بدي نو كالر والايدين؟ اكرو. بس ايه؟ كرومو بروتينز انا بيمسك مع حاجه كالر. فسالته يا دكتور كالر دي ازاي؟ اسمعني بقى هنا كده، اسمعني. الكرومو بروتين يا اما هو ملون، الناس اللي فرحانه بص لي هنا، يا اما هو ملون عشان جواه معدن. وسميته يا جماعه ميتالو. سبب اللون وجود المعدن، فسميته ميتالو كرومو بروتين. وكان يا جماعه النوع ده طلع على ثلاثه واربعه. هو ميتالو وكرومو، وسميته ميتالو كرومو بروتين. قال لي زي مين؟ هو يا جماعه انت عارف الهيموجلوبين لونه ايه؟ احمر ليه؟ عشان فيه حديد. عارف الميوجلوبين لونه ايه؟ احمر. احمر ليه؟ لان جواه حديد. لان يا جماعه البروتينات اللي جواها حديد دي لون دايما احمر. البروتينات اللي جواها نحاس بتدينا دايما لون ازرق. فاكر ريد والبلو في الكربوهيدراتس هايدين البرانش يبقى لونه احمر والستريت يبقى لونه ازرق. اقول يا جماعه تاني، يا اما يكون سبب اللون هو المعدن وسميته الميتال وكرومو بروتين، يا اما يكون نان ميتال. ودي بقى اللي غريبه، يعني ايه دكتور نان ميتال ومع ذلك له لون؟ قال لي دكتور ما هو النان ميتال دول معناه في بيجمنت. بيجمنت استورجي بقى، في صبغه موجوده في السكان اسمها ايه؟ ايه؟ الميلاتونين. في حاجه اسمها ميلاتونين خدناها؟ لا. ميلاتونين اوعى تغلط فيها، ميلاتونين ده هرمون. الصبغه اسمها ايه؟ خدناها بالعربي اسمها صبغه الميلانين. اهي يا جماعه اسمها الميلانين، دي صبغه، دي بيجمنت. يبقى لو ماسك بروتين مع الصبغه دي اسميه ايه؟ اسميه ميلانو بروتين. الصبغه دي لونها بلاك تو براون او براون تو بلاك. حد يقول لك طب ازاي في ناس بيضاء وناس سوداء؟ حسب نسبه الصبغه. الناس اللي عندهم لونهم اسود ده عنده تركيز 100%، وكل ما قل تركيز الصبغه كل ما اللون اختفى لحد ما وصل لون الابيض خالص. احنا قلنا يا جماعه قبل كده يعني كلمه البومين. البا يعني ايه؟ البا يعني ابيض. اللي في مرض اسمه الالبينيزم. الالبينيزم من اسم واضح اسمه البا. الالبينيزم ده واحد ما عندوش صبغه خالص. طيب في صبغه يا جماعه اسمها الفلافين. فلافين حاسس انا اخدته قبل كده وسمعت عنه. الرايبو فلافين فيتامين بي 2. كان الرايبو ده ايه؟ رايبوزول ولا رايبيتول؟ رايبيتول. فلافين يا جماعه دي صبغه لونها اصفر موجوده في الفلافو بروتينز. فلافو بروتينز يا جماعه ميلانو بروتين، فلافو بروتين. رقم ثلاثه صبغه اسمها الكاروتينويد. اسمها يا جماعه؟ يعني ايه كلمه كويت؟ شبه. يعني ايه كلمه كاروت؟ جزر. يا جماعه دي صبغه موجوده في ايه؟ في الجزر. لا دي صبغه لونها يلو تو اورنج. قول يا جماعه هو لونها اصفر، يعني اللي هو لما حطيت اصفر على اصفر على اصفر فده اللون الاورنج اللي انت بتشوفه. المهم يا جماعه عندي ثلاث صبغات اهم، صبغه اسمها الميلانين لونها براون تو بلاك، وصبغتين فلافين وكاروتينويد او كاروتينويد لونهم ايه يا جماعه؟ اصفر. ميلانو بروتين، فلافو بروتين، وكاروتينويد. دي اسماء البروتينات الصبغات بتاعته. همسح كده وهقول لك اخر حاجه خالص خمسه وسته ايه من غير ما اشرح. فاكر يا جماعه في شابتر الكربوهيدرات لما قلنا في حاجه اسمها جلايكوبروتين؟ يعني ايه جلايكوبروتين؟ يعني ليبيد او سوري كربوهيدرات وبروتين. وبروتين جلايكان يعني ايه؟ يعني كربوهيدرات وبروتين. والفكره كانت في الاختلاف. طب ما هو دكتور مش انا في شابتر البروتين؟ يبقى يا جماعه لو البروتين رقم خمسه مسك مع الكربوهيدرات يا اما يديني بروتين جلايكان يا اما يديني جلايكوبروتين. ده كان جدول كبير كده في اخر الشابتر بتاع الكربوهيدرات سي بي 4. رقم سته، هو انت مش شابتر بروتين؟
شوف كده يا جماعه البروتين يمسك مع الليبت. جميل. دي اسمها ايه؟ لايبو بروتين. دول صفحه نص كانوا في الكربو في الليبت، رجع لهم بقى في الليبت. لو خدت بالك من حاجه يا جماعه، كانوا ثلاث شغلات، كربوهيدرات وليبت وبروتين. كل مره في كل شابتر بيمسك الكربوهيدرات، مره مع الليبت ومره مع البروتين. في الليبت مسكناها مع الكربوهيدرات ومع البروتين، وفي البروتين مع الليبت ومع الكربوهيدرات. كده بقى عندي ست انواع من الكومبلكس بروتين. ما بيسالنيش في دول، لان دول تبع الكربوهيدرات والليبت، لكن بيسالني في اربعه دول. بصوا هنا عشان نمشي. بروتين بارت مين؟ بروتين بارت بيس بروتين يستوي بروتين. مين بروتين بارت؟ اي حد بس يكون فيه فورش جروب. مين البروتين؟ اي حد. نون بروتين بارت يوكليك اسيد فوسفيت ميتا اللي هم مين؟ ايرون زنك وكبر. مين نون بروتين بارت؟ كارد سبستنس ماده ملونه. المثال كروموسوم رايبوسوم. المثال في الفوسفو ده ثلاث حاجات، فوسفو انزيم واثنين صعبين، حاجه في اللبن وحاجه في البيض. اللبن كان اسمه الكازين وفي البيض بيتلاين. المثال قلنا الحديد خلاص بقى هيم ونون هيم، هيموجلوبين مايوجلوبين ديوكسيدين. النون هيم ترانس مانين فيريتين مخزن هيموسيدين. الزنك هرمون اسمه انسولين وانزيم اسمه سي اي كاربونيك انهيدريس. الكبر سيليوبلازمين وسيتو كروم اوكسيديز. كرومو حاجه من اتنين، يا اما كرومو ميتال وكرومو نون ميتال. الميتال مين يا جماعه؟ حديد لونه ايه؟ احمر والكبر لونه ازرق. نون ميتال يا جماعه يبقى صبغه، صبغات ثلاثه، صبغه لونها اسود اسمها ميلانين، وصبغه لونها اصفر اسمها نفس الوزن نبيل، وصبغه اسمها الكاروتينويد، وصبغه لونها يا جماعه لونها اصفر. كده قلنا مين ومين ومين؟ قلنا السيمبل لما كسرته قدامي قول لي اماينو اسيد، وقلنا يا جماعه الكومبلكس لما كسرته قدامي بروتين بارت ونان بروتين بارت، اماينو اسيد وجزء ثاني. فاضل مين؟ فاضل الدرايف. الدرايف فيه جملتين، جمله انت عارفهم وجمله انا هقولها لك. قول اللي انت عارفه. يعني ايه درايف؟ بالعربي يعني مشترك سيمبل كومبلكس. ترجمها بقى يبقى درايف فروم هايدروليس اوف سيمبل اند كومبلكس بروتيشن. الجمله بقى اللي انت مش عارفها، لا انت عارفها برضه بس عارف نصها. تيجي بقى معايا كده نكسر البروتين ونشوف الدنيا. بصوا لي هنا بروتين يا جماعه، البروتين لما كسره كومبليت يديني الامينو اسيد. مش قبل الامينو اسيد كان المفروض يديني حاجه اسمها بيبتايد؟ ليه يا دكتور؟ ما البروتين كان اكتر من كام؟ من 50. تقدر تكسره اكيد، اوصل لحد مرحله ال 50 والاقل اللي اسمه بيبتايد. ما بين البروتين والبيبتايد في مركبين. بعد البروتين بص لي كده بروتين. بعديها على طول كلمه اسمها يا جماعه بروتيوز. في انزيم اسمه البروتييز بيكسر بتاع ده اسمه بروتيوز. بص كده يا جماعه كلمه اسمها ايه؟ بيبتايد. قبليها كلمه اسمها بيبتون. ما انا زودت كام كلمه؟ زودت كلمتين. بروتين بعديها انا عايز الترتيب، بروتين بروتيوز، والكلمتين قريبين من بعض. وبعد كده قبل البيبتايد في كلمه اسمها بيبتون، هتاخد الكلام ده في المعمل في اللاب. بيبتون واخيرا الامينو اسيد. يبقى يا جماعه بروتين مركب كبير قوي، لما كسره يديني بروتيوز، كسره كمان يديني بيبتون، كمان بيبتايد، كمان امينو اسيد. يبقى بروتين بروتيوز، بعديها بيبتون بيبتايد، واخيرا امينو اسيد. سؤال صغير، هل العمليه اللي قدامكم دي اسمها ديناتوريشن؟ لا لا. ليه؟ عشان ايه ده؟ امينو اسيد. هل يا جماعه الديناتوريشن كان معناها نص في البرايمري ستراكشر؟ هل كنت بكسر البيبتايد بوم؟ لا. وفي حاجه عملت ايه؟ كسرت البيبتايد بوم. عشان كده يا جماعه الكلام اللي قدامي ده اسمه فايجيشن او اسمه هيدروليسيس. شو يا جماعه ليه كلمه درايفد؟ يعني مشتق من تكسير الهيدروليسيس اللي هو الدايجيشن بتاع السيمبل والكومبلكس. لان يا جماعه كلمه ديناتوريشن معناها نص في السكندري والترشري والكواترنري، لكن البرايمري بحافظ عليه نوت افكتد. هنا يا جماعه كسرت مين؟ كسرت البرايمري، كسرت السايد بوينت.